في هذا العرض سنتعلم كيف نأخذ المسافة بين أي نقطتين على المحاور X و Y. سنرى أنه مجرد تطبيق لنظرية فيثاغوروس. لنبدأ بمثال، دعونا نفترض أن لدي النقطة، سأكتبها بلون داكن. دعونا نفترض أن لدي النقطة 3 مع سالب 4. إذا أردت تمثيلها سأذهب 1 2 3 وسأنتقل إلى 4 في الأسفل. 1 2 3 4 ستكون هنا. ولنفترض أيضا أن لدي النقطة 6 مع 0. إذن 1 2 3 4 5 6، ثم لا يوجد أي حركة في اتجاه Y. نأخذ موقعا فقط على محور X. Y تساوي 0، إذن هذه النقطة 6 مع 0، وما أريد إيجاده هو المسافة بين هاتين النقطتين. كم بعد هذه النقطة الزرقاء عن هذه النقطة البرتقالية؟ أولا، لا أعتقد أننا قد رأينا سابقا كيفية إيجاد مسافة كهذا. ماذا كنت تتحدث عن نظرية فيثاغوروس؟ لا أرى مثلثا هنا. وإذا كنت لا ترى مثلث دعني أرسمه لك. سأرسم مثلث، دعوني أرسم هذا المثلث هنا هكذا. دعوني أستخدم ألوانا عدة كي نصيب النقطة تماما. إذن هذا هو المثلث، وربما أنك ستدرك بسرعة أن هذا مثلث قائم. هذا مثلث قائم الموجود لدينا، قاعدته تتجه بشكل مستقيم من اليسار إلى اليمين، والجانب الأيمن يتجه باستقامة من الأعلى إلى الأسفل. نحن نتعامل مع مثلث قائم. إذا كان يمكننا أن نجد طول القاعدة وهذا الارتفاع، فيمكن أن نستخدم نظرية فيثاغورس حتى نجد الضلع الطويل، أي الضلع المقابل للزاوية اليمنى، أي الوتر. هذه المسافة عبارة عن وتر المثلث القائم. دعوني أكتب هذا، المسافة هذه تساوي وتر هذا المثلث القائم. دعوني أرسمه بصورة أكبر. إذن هذا هو الوتر. ثم لدينا الضلع الأيمن، الضلع الذي ينتقل من الأعلى إلى الأسفل. ثم لدينا القاعدة. الآن دعوني أسمي هذه دي نسبة إلى المسافة. هذا هو طول الوتر. كيف نجد طول الضلع المتجه من الأعلى إلى الأسفل وهذا الضلع؟ دعونا ننظر إلى القاعدة أولا، كم تساوي؟ يمكنك أن تحسبها على ورقة الرسم البياني هذه، لكن دعوني أستخدم اللون الأخضر، حيث X تساوي 3 هنا وتساوي 6 هنا. نحن ننتقل بشكل مستقيم إلى اليمين، هذه نفس المسافة هناك. وحتى نجد تلك المسافة أي نهاية النقطة X، ويمكنك أن تنتقل في الاتجاه الآخر، لذلك سنقوم بتربيع كل شيء، فلا يهم إذا حصلت على أعداد سالبة. إذن المسافة هنا تساوي 6 ناقص 3. إذن هذه المسافة التي تساوي 3. إذن لقد أوجدنا القاعدة. وحتى نذكر أنفسنا، فإن هذا مساويا للتغير في X، كان هذا مساويا لنقطة X النهائية ناقص نقطة X البدائية، أي 6 ناقص 3. هذا هو دلتا X. الآن باتباع نفس الطريقة، الارتفاع هنا يساوي التغير في Y. في الأعلى سنكون على Y تساوي 0، ولعل هذه تكون نقطة النهاية، إنها النقطة الأعلى على Y. وهنا سنكون على Y تساوي سالب 4. التغير في Y يساوي 0 ناقص سالب 4. كل ما أفعله هو أنني أخذ أعلى قيمة لـ Y ناقص أقل قيمة لها، وأعلى قيمة لـ X ناقص أقل قيمة لها. وسنرى أننا سنقوم بتربيعها. حتى وإن قمت بذلك بطريقة أخرى وحصلت على عدد سالب، ستحصل على نفس الإجابة. إذن هذا يساوي 4، أي هذا الضلع يساوي 4. يمكنك أيضا أن تجده بالعد على ورقة الرسم البياني إذا أردت ذلك. وهذا الضلع يساوي 3. والآن يمكننا استخدام نظرية فيثاغورس. هذه المسافة عبارة عن المسافة مربعة، كن حذيرا، مربع المسافة يساوي دلتا إكس تربيع، أي مربع التغير في إكس.
زائد مربع التغير في واي. لا يوجد شيء خيالي، أحيانا يسميه بعض الأشخاص بصيغة المسافة، إنها نظرية فيثاغورس. مربع هذا الضلع زائد مربع ذاك الضلع يساوي مربع الوتر، لأن هذا مثلث قائم. إذن دعونا نطبقها على هذه الأعداد، أي الأعداد التي بين أيدينا. إذن دعونا نعوض القيم. مربع المسافة يساوي 3 للقوة 2 زائد 4 للقوة 2، أي يساوي 9 زائد 16 ويساوي 25. إذن المسافة تساوي، دعوني أكتب ذلك، المسافة تربيع تساوي 25. الآن لا نريد أن نأخذ الجذر التربيعي السالب، لأنه لا يمكن أن يكون لدينا مسافة سالبة، إنه الجذر التربيعي الموجب لخمسة وعشرون، أي يساوي 5. إذن هذه المسافة تساوي 5، وإذا نظرتم إلى هذه المسافة حيث كانت، كم بعد هذه النقطة عن تلك النقطة؟ إنها تبعد 5 وحدات. ما تراه هنا يسمى بصيغة المسافة، لكنه نظرية فيثاغورس. وحتى تتعرض لجميع الطرق التي ستواجه بها صيغة المسافة، أحيانا قد يقول لك إذا كان لدينا نقطتان، إذا كانت واحدة دعونا نسميها، إذن هذه نقطة X1 Y1، ودعونا نفترض أن لدي نقطة أخرى هي X2 Y2. سترى أحيانا هذه الصيغة، حيث أن المسافة سترها بطرق مختلفة، لكنك سترى أن المسافة تبدو وكأنها صيغة معقدة. لكنني أريد أن أرى أن هذه نظرية فيثاغورس. كما ترى أن المسافة تساوي X2 ناقص X1 للقوة 2 زائد Y2 ناقص Y1 للقوة 2، وكلها تحت الجذر التربيعي. كما ترى فإن هذا مكتوب بطريقة منهجية بصورة صيغة المسافة، إذن صيغة المسافة، وهي مجرد ضياع لوقتكم إذا أردتم حفظها، لأنها عبارة عن نظرية فيثاغورس. هذا هو التغير في X، وفي الحقيقة لا يهم أي X سنختار لتكون أولا أو ثانيا، لأنه حتى لو حصلت على قيمة سالبة فستختفي عندما نقوم بتربيعها. هذا هو التغير في Y، وهو يوضح أن مربع المسافة، تذكر أنه إذا قمت بتربيع طرفي المعادلة فرمز الجذر سيختفي وسيبقى مربع المسافة يساوي مربع هذه العبارة، دلتا X تربيع زائد دلتا Y تربيع، إذن زائد دلتا Y تربيع. لا أريد إزعاجكم. الآن دعوني أطبق هذا على المزيد من الأمثلة. سأختار بعض النقاط عشوائيا. دعونا نفترض أن لدي النقطة، دعونا نقول 1 2 3 4 5 6، إذن سالب 6 مع سالب 4، سالب 6 مع سالب 4. ودعونا نفترض أنني أريد إيجاد المسافة بين تلك النقطة والنقطة 1 مع 7، إذن 1 2 3 4 5 6 7، 1 مع 7. أريد أن أجد المسافة هنا، إنها نفس الفكرة، سنستخدم نظرية فيثاغورس. سنجد المسافة، أي التغير في X هذه، هذه المسافة، أي التغير في Y. مربع هذه المسافة زائد مربع هذه المسافة يساوي مربع هذه المسافة.
لنفعل ذلك. هنا لا يهم أي قيمة التي سنبدأ بها، بشكل عام نريد أن نأخذ أكبر قيمة لـ x ناقص أصغر قيمة لـ x، لكن يمكنك القيام بها بطريقة أخرى. إذا يمكنك أن تكتب مربع المسافة يساوي التغير في x، أي 1 ناقص سالب 6، فتصبح 1 ناقص سالب 6 تربيع، ثم التغير في y سبعة ناقص سالب أربعة. أخذنا أكبر قيمة ناقص أقل قيمة فتصبح سبعة ناقص سالب أربعة تربيع، وقد اخترت هذه الأعداد بشكل عشوائي، إذن لن يكون الناتج واضحا. سنحصل على مربع المسافة، إذن دلتا x تساوي سبعة للقوة اثنين، وستراه هنا أيضا إذا قمت بالعد. نذهب 1 2 3 4 5 6 7، هذا العدد هنا، هذا هو التغير في x، ثم 7 ناقص سالب 4 11، هذه هي المسافة، ويمكنك أن تقوم بعد. ننتقل إلى الأعلى، نأخذ 7 ناقص سالب 4 فنحصل على المسافة وهي 11، إذن 11 للقوة 2. اسمحوا لي أن أخرج الآلة الحاسبة. إذن المسافة، إذا أخذنا 7 للقوة 2 زائد 11 للقوة 2 تساوي 170، إذن المسافة تربيع تساوي 170، إذن دعونا نأخذ الجذر التربيعي ل 170 فنحصل على 13 تقريبا، 13.4%، هذه المسافة التي حاولنا إيجادها هي 13.4%. أتمنى أنكم وجدتم هذا مفيداً.